السلام عليكم شباب، استكمالا للدروس اللي احنا بدأناها ان شاء الله نكمل النهارده دروس النحو للصف الاول الاعدادي. معانا درس النهارده فعل مبني للمعلوم والفعل مبني للمجهول ونائب الفعل. بصوا مع بعض النهارده كده على درس الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول ونائب الفعل. عندنا مثلا جمله سجل اللاعب الهدف. سجل اللاعب الهدف، هنلاقي هنا ان الفعل سجل فعل مبني للمعلوم. فعل مبني ايه؟ للمعلوم طبعا، لان الفاعل بتاعه معانا فعل معلوم وظاهر امامنا اهو، هو كلمه الايه؟ اللاعب. سجل اللاعب الهدف، يبقى الهدف هنا مفعول به. هنلاحظ ان الفعل سجل فاعله موجود بالجمله وهو اللاعب، فعشان كده بنسمي الفعل مبني للمعلوم. اذا حذفنا الفاعل اللي هو اللاعب تصبح الجمله كالاتي: سجل الهدف. سجل الهدف، اصبح الفعل سجل فعل مبني للمجهول. الظاهر هنا ان الفعل سجل مبني للمجهول. طب ليه مبني للمجهول؟ احنا لو بصينا في الجمله اللي فوق هنلاقي ان الفعل موجود والهدف مفعول به. حذفنا من الجمله اللي فوق الفعل اللي هو كلمه اللاعب، اصبحت الجمله سجل الهدف. سجل الهدف، الهدف اللي هو المفعول به دخل مكان الفاعل واصبح نائب ايه؟ نائب للفعل. هنا اصبح الفعل سجل مبني للمجهول والفاعل محذوف، وحل بدلا منه لكلمه الهدف اللي هو المفعول به فصار نائب فعل. اذا خلاصه القول في البدايه كده، عندنا الفعل مبني للمعلوم اذا كان فاعله موجود. تاني كده، الفعل مبني للمعلوم اذا كان فاعله موجودا، اما اذا كان الفعل مبنيا للمجهول اذا كان فاعله غير ايه؟ غير موجود. تمام، تعالوا نتكلم مع بعض بقى على طريقة بناء الفعل الماضي. طريقة بناء الفعل الماضي للمجهول. عندي فعل ماضي وعايز أعمل الجملة فيها بناء للمجهول. لو أنا عندي الفعل ثلاثي، أنا مقسم معاك كده الفعل إذا كان ثلاثي أو رباعي صحيح. صحيح يعني إيه؟ إحنا قلنا قبل كده حروف العلة، حروف الإيه؟ العلة اللي هي الواو والألف والياء اللي هي الواي. قلنا مش موجودة يبقى الفعل صحيح. زي الفعل أكل. الفعل أكل هنا، هل في فعل من حرف من حروف العلة؟ حتى يقول لي ألف، لا دي همزة مش ألف، يبقى هنا أكل أصبحت في نائب الفعل، عايز أعملها مبني للمجهول. أوكي لا أخرج، ها أخرج، يبقى القاعدة بتاعتها نضم أوله ونكسر ما قبل الآخر. نضم أوله ونكسر ما قبل الآخر. طب فرضا إن الفعل الثلاثي مضاعف، يضم أوله، مد تبقى مد، شد تبقى، ها قولوا معايا، ها شد، رد تبقى ها رد. تمام، برافو عليكم. الفعل الثلاثي معتل الوسط بالألف، باع، هتلاقي في النص هنا حرف العلة ألف، قلبت إلى ياء، يبقى نكسر أوله ونقلب ألفه إلى ياء، باع تبقى بيع. طب إذا كان الفعل رباعيا قبل آخره ألف، زي كلمة أعاد، أعاد آخره ما قبل آخره ألف، قلبت إلى ياء فأصبح أعيد. إذا كان رباعيا على وزن فاعل، زي كلمة حاصرة هتلاقيها على وزن فاعل، عالج هتلاقيها على وزن فاعل، نضم أوله تبقى حو، ها حوصرة، برافو عليك. نضم أوله ونقلب الألف إلى واو، يبقى أحيانا تقلب الألف إلى ياء إذا كان رباعيا قبل آخره ألف، أما إذا كان الألف تاني حرف نقلبه إلى إيه؟ إلى واو. زي عالجة تبقى عولج، حاصرة تبقى حوصرة. الفعل الخماسي بيبدأ بتاء زائدة، زي كلمة تقدم، لو عدينا كده تاء قال دم، الدال عليها شدة بنفكها بحرفين والميم، يبقى أصبح خمسة. تقدم بنعمل إيه عشان نحوله مبني للمجهول؟ بنضم أوله وثانيه ونكسر ما قبل الآخر، أصبح تقدم. تقدم خماسيا أو سداسيا قبل آخره ألف، زي معانا اخترق أو استخدم، هنبقى اخترق، نضم أوله ونكسر ثالث حرف أو ما قبل الأخير، اخترق، استخدم، ما قبل الأخير يكسر ويضم أول وثالث إيه حرف، استعارة تبقى استعيرة. تمام، تعالى معانا في الجدول هنا كده عشان نشوف بعض الأمثلة. كتب خالد الدرس، خالد هنا فاعل عشان نحول الجملة تبقى كتب الدرس. ها قولوا معايا بقى شباب، يلا، قال الرجل الحق، أصبحت ها قيل الحق،
باع التاجر الفاكهة بيعت الفاكهة. أضفنا تاء تأنيس عشان تصلح لنائب الفاعل الجديد اللي دخل مؤنث. لام المعلم المقصرين أصبحت ليم المقصرون. أعان القوي الضعيف أعين الضعيف. تقبل الله العمل تقبل العمل. اكتشف العلماء الآثار اكتشفت الآثار. أصبحت ما حدث من تغيير بنشوف الفعل ما حدث. هنا مثلا كتب يبقى ضم أول وكسر ما قبل الآخر. كسر الأول في كلمة قيل وبيع وقلبت الألف العلة إلى ياء. أعين هي أصلها أعانة. ساعات يعمل لي جملة إيه أعين، بص معايا كده في الجملة دي أعين الضعيف، يقول لي حول من مبني للمجهول إلى مبني المعلوم. إذن أرجع الجملة الأصلها بدل ما أعين تبقى أعانة. أعان القوي أدخل فاعل من عندي جديد ورجع نائب الفعل خليها مفعول به تبقى أعان القوي الضعيفة. نبص على التدريب اللي مع بعض ده، حول الفعل المبني للمعلوم. يلا مع بعض. قرأ التلميذ الدرس تبقى قرأ أيوة الدرس. أصبح نائب الفعل معايا كلمة إيه؟ الدرس. أنشد التلاميذ النشيد الوطني. أنشد أيوة النشيد، حطيت الضم عشان نائب الفاعل أصبح كلمة النشيد. قاد اللاعب الفريق للفوز. قيد الفريق للفوز. تمام، سهل خالص يا جماعة لو احنا ركزنا فين الفاعل وحولنا الفاعل إلى نائب فاعل بطريقة حذف الفاعل وداخل المفعول. تمام. طيب انا عندي لو الفعل المضارع يضرب اصبحت يضرب، يعرض اصبحت يعرض. طريقه بناء المضارع اذا كان صحيح او معتل او ما قبل الاخر او معتل الاخر. طب لو معتل ما قبل الاخر، لو انا عندي الفعل يقول بحوله يبقى ايوه يقال. طب يبيع اصبح يباع. طب افرض الفاكهه تبقى اقول يباع الفاكهه ولا تباع؟ تباع. اذا يباع او تباع على حسب نائب الفاعل الجديد اللي معاك. الفعل اذا كان معتل الاخر بالواو او الياء، يدعو اصبح يدعى، يقضي اصبح يقضى. نفس الكلام اللي قلناه في طريقه بناء الفعل الماضي بنقوله في طريقه بناء الفعل المضارع. يكتب خالد الدرس تبقى اصبح يكتب ايوه الدرس. سمع الناس بتقول معايا يكرم المدير المتفوق. يكرم، شفت بفتح ما قبل الاخر ازاي؟ يكرم المتفوق. يكتشف العلماء الاثار تكتشف الاثار. وغيرت الفعل من يكتشف خليته تكتشف عشان الاثار وعمل معاملات المؤنث. يقول الرجل الحق اصبحت يقال الحق. ضم اوله وقلبت الالف الى واو، او الواو الالف تقلب معايا الى واو، او احيانا تقلب الى ياء زي تباع يبيع تباع، اصبحت الياء الى الف. تعال نشوف التدريب مع بعض. نشوف مع بعض الملاحظه اللي احنا عاملينها دي. نائب الفاعل، علامات رفع نائب الفاعل. قلنا نائب الفاعل اسم مرفوع حل محل الفعل بعد فعل مبني المجهول، ياخذ حكم الفعل فيرفع مصدره. مثلا علاماته بقى الضمة إذا كان مفرد، يعني أقول فهم الكلام حط الضمة. جمع التكسير وفئ العمال بالضمة. جمع مؤنث ثالث تحترم المعلمات أيوة كده. الألف إذا كان مثنى كرم الطالبان، كرم الإيه الطالبان. الواو إذا كان جمع مذكر سالم ينتظر الغائبون. طب لو من الأسماء الخمسة هم أب وأخو وحم وأخو، لما أقول مثلا استقبل أقول أخاك ولا أخوك؟ أخوك صح كده، لأن نائب الفعل يرفع من الأسماء الخمسة بالواو. إذا كان من الأسماء الخمسة يرفع بالواو. كده يا شباب اتعلمنا مع بعض درس نائب الفعل وبناء الفعل الماضي وبناء الفعل المضارع. إن شاء الله المرة الجاية نعمل تدريب أدخل فيه درس الضمائر ودرس نائب الفعل ونحلوا مع بعض إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.